لی سر به مجازی برای خوب نویز کامال غازی انتخاب جدید روز نمافان کامال شیخو به مریا اول باشه برز کامال وقت دید شر نظر فتح شامو ان عالیان لشکریان به سر ارتش آزاد و در دکه دو کار روز نمافان تچاوا ویشری دخوینا و دت شوپینا برای شفا و گشا خوش به ساعت و خوش به تشتیل ادلی به آنا کاچه ده به نه تشتکی ایرو سه چارو دست بیکریه اف تشتیهانی هیواچونی دست بیکر پشتی شر حلب صافی بو و رژیما سوری دست خدانی سر توای حلب وقتا ارتشا آزاد اش روجهلات حلب درکتن و چاغی ناکوکی چه بو ارتا فتح الشام جبهه فتح الشام النصرة سابقا و ارتشا آزاد اتهامات ارتا وان چه بون هر یک بارد دانی سر ایدن دو گوت انه هون سبب شکستنا ارتشا آزاد لحلب بون او تشتهانه لسه چارجیا پفکتن و چاغیجی على اساس هدنه چه بو اتفاق دو ارتا وان چه بو الهفدو کرن بس بری سه چهار روز یعنی اف هفته آنها که امتدن دی ساجی اف شر هانه دست بیکر اف جار دست بیکر جند الاخصا ایگ دست بیکر جند الاخصا لحمای بیتری خواهد شد که و چه انقسام علی اساس دو ارتاوان چی بو یعنی قسمک جی علی اساس وی شر احرار الشام و جیش المجاهدین کر فتح الشام نصرة سابقا و چاغي گوتن انو اوانا درکتن سر امريما و اوانا نئيشي مشوان تنئي بس ايرو درو فتح الشام تأكيد دك انو شر وي نا شر جند الاقصاي شر وي تفاييي و جند الاقصاشي جزئك جوي شر هانيجي و انا کا شر ارتشا آزاد بتفايي دكن لإدلي بيجي و لروج آوايي حالا بیجید که او شر پر مزن بو یعنی از بری بیم استودیو فتح الشام ده هجومی حبسا ادلی بیکر بون لجبل الزاویه لگلک جینی وکی دنجی شر پر گرام بویه بری بله بریز کمال چه گریدانا وی شری به کنگری آساتانا هیا گلو او کسی نگو بجداری آساتانا بونه شری فتح الشام دکن آن چه خوندناتا هیا فتح الشام بری دروجا نامک خود درخست اتهاما او ارتشا آزاد ای چون اسیتانا کر انو او سببا شکستنا وان لإدلب والتفاية سوري يعني فتح الشام اتهام دك او ارتشا چون اسیتانا انو افتع دايه دك فتح الشام والوكي دنجي لتفاية او ارتشا اسلامي وبالاخص ارتشاء ايج فتح الشام ودوراوي وقت جند الاقصى وكيدن ايج مبايعة فتح الشام دكن فتح الشام اف هي حفتيك دهرو تحالف الدولي وامريكا بر تركيز كري السروان بري سي چار روجا لموقع قوان خستبو لروج آفاي حلبي زيدي صد كسيوان وقيادي دنافان دهبون هاتن كشتن ده ورد فتح الشام بشتي چونا ارتشاء آزاد لأسيتانا وان اتهام دك بشكلكي صريح انه او جزءكن شوي تشتي آنكا وان استهداف دكن يعني فتح الشام خد بينا چونا أسيتانا جبو خاطري وان عزل بك لانه فتح الشام جزءك جيش الفتح ايق دستي خواه و ادارة باجاري ادلبي دك و لباكوري عفوان روج آفاي حلبي و لجيني وكي دنجي يعني افتشتي آنكا لادلبي تشيد بي چونا فتح چونا اسيتانيا زلال دك يعني فتح الشام دي بينا انو افتشتيق انا چيد بي ارتشا آزاد مسؤول دي بردل انو او و روس و رجيما سوري و تركي و ايران دشغولن سر انو ويعزل بكن علما بري دروجا مديت وقتا مؤتمري صحفي بشتي مؤتمري اسيتانا خلص بو اسامة ابو زيد بشكلك صريح قوت انو روس شما خوستن انو ام شر فتح الشام بكن وام بهفدور ام شر فتح الشام وداعش بكن وشاغي اسامه ابو زيد قلت انه مساله فتح الشام ما بحث نكر انه شيست ودي ارتشي وكي دنجي الي كاريا ريجيما سوري وايران دعمه وانك جرك ام بحثا قشا بكن بشتوى ام بحثا فتح الشام بكن يعني فتح الشام دي فرد وقتا دي بيجي انه ايتشون اسيتانا دي شغول سر شر وان وعزلوان افتشتي هاني نجي خدي خياي فتح الشام اجندات خوی ایگ تخواز دست خودین سر روج آوای حلبی و تخواز دست خودین سر ادلی به جبول افشار رهانه پیخستیه اف دوی حفتیه هانه دبه بله برز کمال اگر افشار بر دوام کر و نخاصم لنافچین رزگار کری و پیش روج آوی مصیره وان نافچه آوی چواب با
ايرو درو مظاهرات الباجاري ادلب بالاخص الجبل الزاوية والادلب سيفيل مدني درت كفن تظاهرات جبو خاطري اف شرهاني بسكناندن يعني اف شرهاني انا كا قل ادلب ابويا فيكتي والروج اواي حلبي والجيني وكي دنجي خياوي دس بيبك يعني لازقي يعني الحماية لانه اف جيه فتح الشام ليه شردك لتباية سوري احرار الشام بوارنا وسقور الشام بوارنا وفيلق الشام بوارنا يعني افانا بهفدور لقلك مواقع بهفدور شردكن اف شر هانيق انا كبردوان بك وافشر نبس الادلبي والروج افاي حلبي وهر تفاي سوري قشجي يعني اف شر هاني بالدرجه الاولى ايوه استفاده جبك ريجيما سوري وحليفه رئيسي ايران والباشوان روسي اي دخوازن اف تشتي مايه لسوري او جي تيخن دستي خوده يعني فتح الشام ده ورده يعني بشكل او باخر آلي كاريا اجنداتي ريجيما سوري و ايران و روسيا دك يعني ارتشا ازاد آل ادلبي والروج افاي حلبي ايقمان انا فتح الشام هجومي واندك وبري از درباسي استوديو ببمجي فتح الشام دستي خوداني سر تفايه مواقعي جيش المشاهدين لحلبي يعني جيش المجاهدين تشتكي ويل حلبي نما يعني انا فتح الشام دخوازه تصفيه فان ارتشانا بكش بو خاطري او تني لحلبي ولادلبي ولتفايه سوري ايق جي او لشردك فتح الشام انا كا دورك برسل بيدليزي فتح الشام بري بري بان جي اي جدرفا دستي ريجيما سوري بري ويد ده شرك تفايي با اورتاوان اورتا اف ارتشي اي جلور شردكن بالاخص حركة احرار الشام او بشتي جيش فتح الشام اخرت احرار الشام او جي انا كابوي جزء اكو طرفك شفي شري هانيجي يعني اف جي اي دستي واند ماي خياي ويروجني برز احمد بل انه الشر اللي قال لك جران سروان بدا بل بريز كمال قال لك جاران شر نافر الين ريكفري دال دفر ناديل سوريا دركاتيا هولي قالوا وسكن يا او بيشتر او شر تخمين هاي اف شر نافر فتح الشام والين ارتش ازاد جي ورا ساكناندن و اقربستا كل هاف كرنك نابرا واندا تشيبي آن اف تشت الدوري واي سالة چوني لغوطا شرقي ديسا جي شرقي ولو پر مزن چيبو ارتا فيلق الرحمن و جيش الاسلام او شر هاني زيدي دحفت يا دريشكر و قلك سيفيلي مدني جي هاتن كشتن و قلك عسكر دي ارتا وان جي هاتن كشتن او شرهاني نسكني حيا هي العليا للتفاوض تدخل كرياض حجاب وتشغيوان بر قطر حياوان الهفدوكرن بس انا ام قالات تشتكي دندكن يعني انا ام قالدكن فتح الشام ادراج بويه وك منظمات ارهابي ضمن قوائم مجلس الامن امم المتحده يعني تركيا وروسيا وايران وقت مؤتمرات اسيتانا تشيكرن غوتن ام بهفدور ام شر ارتشي ايغو مدرج ضمن قوائم ارهاب ده فتح الشام وتنظيم الدولة الإسلامية داعش وجند الأقصى والتباية أف أرتشي إيجاد بوار مبايعة كرنياء اللي كارياوان ديكن أبانا قش مدرج وق أطرافني إرهابي دفان قوائم نادة أنا فتح الشام لشر خويد إدلبي دي والحلبي دي يعني أو مدرج ضمن قوائم إرهاب دي يعني أي طرف وقتا توسط بك ناس دك انه ويتفاوض بك وتدخل بك واساسا او مدرجة قائمة الارهاب ده يعني دفرد يعني تدخلك اقليمي تشيبب ويسرش اساسي ويتشيبب وافيا مدرجة ضمن قوائم الارهاب ده حركة احرار الشام ايرو درو مبادرات اطلاق كر اول شيء فتح الشام تجاوب كر بشتوي دي ساجي جيفا قرية يعني خستن افشر رهاني بهفر قريبا حدك جير دينن وحدشي مسؤول بالاخص جند الاقصى يعني وان اتهام دكن انه حياة انا مبايعة داعش دكن قرك وجودة وان نال ادلب ونال حلبة ببينة خياي مشكلة رئيسي ده فتح الشام ده جند الاقصى او جناحي اي متطرف اي قد خوازي دستي خودين سر ادلب وسر حلبة وسر وكيدن حياة انا تمبادرة نخياي قجبو افشار رهاني بسكنينو حياة انا تدولجي يعني الجوري معلوماتي ما حياة زبري درباسي استوديو بم تدولت حياة أنا تم مبادرة إطلاق نكر يجبو خاطري في الشر هاني بسكنين يعني بل. أنا أف شر هاني قياي حدكي إنه ياوي هبن ياوي تنبن خياي فتح الشام أمريخو حسم كريه واي اختحامة حبسة إدلبي كريه واي الجيني وكي دن جبل الزاوية ومعرض النعمانجي واي حشوداتي خود كد خوازي شر احرار الشام وسقور الشام بك افحردو طرفي اخرت بشتي فتح الشام بلي. فحيا انا تم مبادره نخوياي افشر هاني بسكن بالعكس خوياي تصعيد دبه وخوياي افسعتيتي افشر هاني
ياوي بيتر جور ببي ياوي بيجي حدكي إنه ياوي قضاء السر أب أرتشي وكيدن ما بين الإدلب والحلبة يان وأحرار الشام وصقور الشام وحدكي إش فتح الشام وجند الأقصى دينا وأوي وديسا موازين القوى وفجر الملعب أخوة بلي كمال شيخ وروجنا مفانجي غازي عن تابقلك سباس ودمو بجداريات